بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من الاشبال. قضي الامر الذي فيه تستفتيان. صندوق تحيا مصر بيغلق الباب تماما امام كل الشائعات المغرضه والاقاويل الكاذبه. لما مجلس اداره النادي الاهلي يطلع ويقول ان احنا سلمنا كل الاموال وكل التبرعات العينيه لصندوق تحيا مصر، ما كانش مجلس اداره النادي الاهلي بيكذب. محمود الخطيب لا يكذب ولا يتطاول ولا يسب. شهاده للتاريخ، شهاده للتاريخ في حق اداره مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب. وكلنا عارفين تاريخ الكابتن محمود الخطيب الكبير، كلنا عارفين نزاهته، كلنا عارفين تاريخه المشرف. لكن ده تأكيد كبير جدا خلال الفترة السابقة اللي كلها أكاذيب وادعاءات افترائية. الأستاذ محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر وشهادة للتاريخ مع الإعلامي الأستاذ أحمد موسى في قناة صدى البلد. تعالوا نسمع ونشوف ونرجع لحضراتكم مرة تانية. المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، مساء الفل. استاذ احمد تحياتي لحضرتك. من كام يوم النادي الاهلي طلع بيان كده من خطب الصندوق لكشف حقائق اللي تسلمها سواء عينيه او ماليه او غيره وساعات وغيره وفقا لبروتوكول وقع مع الصندوق في مارس 2021. ايه الحقيقه؟ الحقيقه يمكن الصندوق تحيا مصر وقع بروتوكول تعاون مع النادي الاهلي لتنفيذ رغبه الشيخ تركي الشيخ المستشار تركي آل الشيخ فيما يتعلق بتسليم الهدايا اللي تم إهدائها للنادي الأهلي سواء بشكل مادي أو بشكل عيني إلى صندوق تحيا مصر في شكل تبرع من المستشار تركي. والحقيقة النادي الأهلي كان أعلن ده إن هو مستعد إن هو سواء إن هو يسلم هذه الهدايا إلى المستشار تركي أو يقولها إلى أي حد يحدده المستشار تركي آل الشيخ، وبالتالي هو نفذ رغبة المتبرع إن هو تم تسليم هذه الهدايا سواء المادية أو العينية لصندوق تحيا مصر بموجب بروتوكول تم تحريره في مارس 2021. ومن الوقت ده الموضوع انتهى بشكل كامل، إن كل ما هو يتعلق بالهدايا والمبالغ المادية قالت إلى صندوق تحيا مصر كتبرع من المستشار تركي آل الشيخ، والموضوع انتهى على كده. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد مختار متحدث باسم صندوق تحيا مصر، كل التحية لحضرتك. بعد الشهادة للتاريخ من الأستاذ محمد مختار في حق مجلس إدارة النادي الأهلي، كان النادي الأهلي نزل ببيان بيكشف فيه الأكاذيب والافتراءات اللي خلال 3-4 سنين سابقة بتلاحق أو بيتكلم عنها بعض الأشخاص عن نزاهة النادي الأهلي. عايز أرجع لحضراتكم من بداية القصة من سنة 2018 لما طلعت الأكاذيب والأقاويل والشائعات. النادي الأهلي بالمناسبة هو اللي طلب في 2018، وكان وقتها موجود المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة. استعرضوا معانا الجواب علشان نشوف ونفكر الناس. نفكر الناس اللي مش مريضة، نفكر الناس اللي نيتها سليمة. استعرضوا معانا الجواب كده لو سمحتوا. وقتها كان النادي الأهلي هو اللي طالب وزارة الشباب والرياضة وقال التأكيد على أن تلك الأموال دخلت الحسابات الأول برجاء التفضل بتشكيل لجنة مالية. النادي الأهلي هو اللي طلب، النادي الأهلي هو اللي بيطلب من المسؤولين ومن الجهات الرقابية ومن وزارة الشباب والرياضة بتشكيل لجنة مالية لمراجعة وحصر كافة الأموال التي تبرع بها تركي الشيخ، والتأكيد على أن تلك الأموال دخلت الحسابات البنكية للأهلي باعتمادات وقرارات رسمية من مجلس الإدارة وتم صرفها في الأوجه المخصصة لها بمستندات موثقة. ده كان بيان النادي الأهلي في 2018 أو خطاب النادي الأهلي في 2018. النادي الأهلي هو اللي بيبعت للناس، هو اللي بيقول للجهات الرقابية وللحكومة وللوزارة تعالوا فتشوا وراقبوا علينا. في 2020 ودي أعلى جهة رقابية نيابة الأموال العامة،
نيابة الأموال العامة بتاريخ 23/3/2020. استعرضوا معانا الجواب. ركزوا معانا في الكلام المهم جدا. من فوق: النيابة العامة، مكتب النائب العام، نيابة الأموال العامة العليا، شهادة القضية رقم 322 لسنة 2018، حصر أموال عامة عليا المقيدة برقم كذا كذا كذا. شوفوا معانا بقى في النص بتاريخ 23/3/2020. لازم نقف قدام الجملة دي. انتهى التصرف في القضية باستبعاد شبهة جرائم العدوان العام على جرائم العدوان على المال العام، وقيدت برقم 10 لسنة 2020 شكاوى محفوظة. شكاوى محفوظة يعني القضية اتحفظت. تاني علشان اللي ما بيشوفش، تاني علشان اللي بيروج الإشاعات والأكاذيب. بتاريخ 23/3/2020 انتهى التصرف في القضية باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام، وقيدت برقم 10 لسنة 2020 شكاوى محفوظة. وتم إصدار الشهادة من نيابة الأموال العامة بتاريخ تحت تحريرا في 4/4/2020. هل الأكاذيب انتهت؟ هل أصحاب النوايا السليمة كفوا وابتعدوا عن النادي الأهلي؟ لا، فضلوا في ترديد الإشاعات والأكاذيب، وده عادتهم، ده عادتهم. إلى أن أتى صندوق تحيا مصر وجهوا اتهامات أخرى وأكاذيب أخرى لمجلس إدارة النادي الأهلي. في مارس 2021 النادي الأهلي، أو قبل 2021، حابب أقول لحضراتكم التواريخ. في 2/6/2020 النادي الأهلي هو اللي خاطب صندوق تحيا مصر علشان يرد كل التبرعات والهدايا العينية. في كام؟ 2/6/2020. إلى أن أتى صندوق تحيا مصر واتحط بروتوكول لرد كل الأموال وكل الهدايا العينية. تم استردادها إمتى؟ في 10/3/2021. مين اللي قال الكلام ده؟ الأستاذ محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر. النادي الأهلي وضع بروتوكول مع صندوق تحيا مصر، وعلى أساس البروتوكول تم استرداد كل الأموال وأيضا الهدايا العينية في 10/3/2021. يعني بنتكلم من إمتى؟ يعني ما يقرب من سنة ونص. سنة ونص والنادي الأهلي ساكت، محمود الخطيب لا يتكلم، على مدار 3 سنين إشاعات وأكاذيب. علشان لما نقول إن النادي الأهلي ومحمود الخطيب ومجلس إدارته رجال دولة، يبقى هم رجال دولة. لما البروتوكول اتحط وسابوا الأمر متروك لصندوق تحيا مصر هم اللي يعلنوا، علشان زي ما احنا عارفين إن ده صندوق سياسي سيادي، صندوق سيادي بيتبع الدولة. فالنهاردة مجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب تركوا الأمر كاملاً لصندوق تحيا مصر علشان هم اللي يعلنوا. إلى أن أتى بعدها بسنة ونص الناس بتؤكد أو بتبرئ مجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب. وزي ما أقول لحضراتكم، كابتن محمود الخطيب مش محتاج براءة، الراجل معروف بتاريخه، معروف بنزاهته، لكن ده تأكيد مهم جدا. معانا الصحفي والناقد الرياضي الكبير الأستاذ علاء عزة. تحياتي ليك يا أستاذ علاء. مسامة، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدين قناة النادي الأهلي الكرام. أهلا وسهلا بيك، وعلى مهلك شوية يعني شايفك منفعل شوية، بس يعني بالفعل أنت معاك حق في كل حاجة كابتن أسامة. والله إحنا فعلا في مشهد هزلي وعبثي بشكل كبير جدا. بنتكلم على قضية البعض بيتعمد يخليها مفتوحة، وللأسف الشديد في الكثير من الناس دايما بيحاولوا يخلوا النادي الاهلي، سبحان الله، يعني يخلوا النادي الاهلي دايما في موقف دفاع، يعني عايزين يزنوا النادي الاهلي دايما بقضايا وقصص وحواديت فارغه وبايخه لكن الحمد لله جه الرد، يعني جه الرد من الجهه السياديه صندوق تحيا مصر،
رد يعني يخرس كل الالسنه ويكذب كل الشائعات. يعني والله فعلا يعني يمكن دلوقتي انا بكلم حضرتك افتكرت السيده ام كلثوم وهي بتقول كفاون الكلام عند التحدي. يعني اعتقد يعني رد صندوق تحرير مصر ده يغني النادي الاهلي ويغني الكابتن محمود الخطيب ويغني مجلس اداره النادي الاهلي عن الرد عن اي 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 هزل او اي عبث او اي محاولات. لكن القضيه يا كابتن اسامه فعلا يعني المتابع الجيد القضيه دي من 2018 انها تفضل مستمره لحد دلوقتي معناها ان دي خطه ممنهجه فعلا. يعني الناس دايما او البعض دايما بيحاول يفضل يصدر ازمات النادي الاهلي. هي دي المشكله الحقيقيه يا كابتن اسامه. يعني البعض لما بيكون عندهم فراغ يعني عندهم وقت فراغ ومش لاقيين حاجه يعملوا فيها يصدروا لك مشكله وهميه. وده حصلت قبل كده يا كابتن اسامه. يعني القضيه دي شفناها بس النهارده لما يبقى نيابه الاموال العامه ودي من اكبر الجهات الرقابيه الموجوده في مصر شهاده للتاريخ من المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، مش ده يكفي ولا لسه محتاجين؟ يا كابتن اسامه والله العظيم والله العظيم عمر ما جمهور النادي الاهلي ما كان منتظر رد من اي جهه حقيقة رسميه. جمهور النادي الاهلي عارف ان القضيه دي قضيه عبثيه وعارف ان دي قضيه مستهلكه وقضيه لاستهلاك الوقت، وعارفين من اول ما النادي الاهلي خاطب الجهه الاداريه وقتها والجهه الاداريه جت وعملت بيان ودي وثلاثه. يا كابتن اسامه دلوقتي وانت ما انت معانا على التليفون يا استاذ علاء ليك وانت بتكتب على صفحتك الرسميه او الشخصيه الصندوق رد يحيى الاهلي وتحيا مصر. بالفعل كابتن اسامه انا قلت دي اللي هو صندوق تحيا مصر. فانا كنت عايز اقول ان الصندوق رد يعني يعني الادي اللي انتوا عاملين تكلموا صندوق تحيا مصر ادي الصندوق بنفسه هو اللي رد عليكم اهو. وطبعا هو صندوق تحيا مصر كانت يحيى الاهلي وتحيا مصر يعني علشان عايز اقول الشفافيه. ادي الشفافيه، ادي الدوله لما تحب ترد على 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 اكاذيب وخزعبلات واتهامات باطله لكن انا الحمد لله كابتن اسامه يعني انا اعتقد يعني كل جماهير النادي الاهلي ما كانتش بحاجه للرد لحد. كل جمهور النادي الاهلي عارف مين هو الكابتن محمود الخطيب، عارفين القضيه دي اتحسمت وقتلت بحثا وقتلت ردا من سنين طويله جدا. وحضرتك انت دلوقتي فنت كل القصه من اولها لاخرها بالمسندات الرسميه. لكن يا كابتن اسامه والله العظيم القضيه اكبر من كده. هي القضيه انك انت ازاي البعض بيحاول يصدر ازمات للنادي الاهلي عماله بطال. يا كابتن اسامه احنا لما نشاط الرياضه توقف في العالم كله بفعل كورونا والنادي الاهلي كان الوحيد في مصر، النادي الوحيد اللي كان بيبحث عن عوده النشاط لانقاذ الملايين من اللاعبين والاداريين والمسؤولين. النشاط ما يموتش في مصر ويرجع النشاط الرياضي. كان النادي الاهلي كان بيحارب لوحده. بيصدروا لك هم ساعتها لما كان عندهم وقت فراغ ومش لاقيين حاجه يتكلموا فيها ومش عارفين يعملوا اي حاجه، طلعوا لك قضيه نادي القرن تاني، القضيه اللي قدرت بحث من 99. يعني تخيل لما يطلع لك وقال لك هنروح للفيفا وهنعمل مش عارف تشكيل لجنه وخبراء من الفيفا وجبنا مش عارف شكلنا لجنه من 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 خبراء اللوائح الرياضيه في مصر ومش عارف ترجمه الشكوى بلغات مش عارف برتغالي ومصري وعربي وانجليزي وفرنساوي وشغلونا سنين بالقطريه. هل حصل حاجه؟ مفيش اي حاجه حصلت. انا بقول لك يا كابتن اسامه هي الفراغ، هم الناس بتعاني من الفراغ وكره لمسيره النادي الاهلي. مش هو كره للناجح، هو كره للنجاح طبعا. كابتن اسامه طالما في انسان مش قادر يوصل لك لازم يحاربك، طالما انت هو مش قادر يوصل لك. طب شايف موقف النادي الاهلي ازاي يا استاذ علاء من سنه ونص من 10 مارس 2021 ولم يتحدث اي مسؤول في النادي الاهلي ولا الكابتن محمود الخطيب الى ان بعدها بسنه ونص يعلن المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر عن كافه التفاصيل كلها؟ طبعا ده دي اداره النادي الاهلي على مدار التاريخ يا كابتن اسامه. شفنا ياما النادي الاهلي مرت عليه قصص هزليه كثيره زي القصه اللي احنا عايشينها دلوقتي او اللي انتهت بالفعل. وما انا عارف هي انتهت عند الناس كلها من زمان لكن مش هتنتهي عند الناس الاخرين اللي هم عايزين يفضلوا يشغلوا الراي العام او يشغلوا الناس او يشغلوا اي حد بقصص وهميه عشان خاطر يعملوا حاجات ثانيه او يخفوا صفقات ثانيه. فانا بقول لك يا كابتن اسامه ده موقف اداره النادي الاهلي على مدار تاريخه. ازمات كثيره جدا، دي مش اول ازمه يمر بها النادي الاهلي. النادي الاهلي مر بازمات كثيره جدا وكان دايما شعار النادي الاهلي التزام الصمت يعني، وينتظر ان الجهات الرسميه هي اللي ترد سواء كان الاتحاد الدولي لما حتى في قضيه اقصى انديه العالم تتويجا بالالقاب. النادي الاهلي اعلن هو اقصى انديه العالم تتويجا وشفنا بعد كده انديه العالم
كلها بتعمل بيانات ضد النادي الاهلي وبتحاول تقول النادي الاهلي مش هو نادي القرن. شفنا نادي برشلونه وشفنا اليوفنتوس وشفنا انتر ميلان وشفنا كتير جدا لحد ما النادي الاهلي ما كانش بيعلق عليهم، ما كانش عايز يخش معاهم في مهاترات، لحد ما الاتحاد الدولي اعلن بيان وبعد كده الاتحاد الافريقي اعلن بيان والاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي في بيان مشترك اعلنوا ترتيب النادي الاهلي اكثر انديه العالم تتويجا بالالقاب. انا اقصد ان النادي الاهلي دايما وابدا دايما وابدا بيدافع عن حقوقه في صمت وهدوء واحترام الى ان يتم انصافه من الجهات الرسميه. فانا عشان كده بقول لك النادي الاهلي دايما يعني شعاره دايما كفاون الكلام ده تحدي، يعني الجهات الرسميه بتغني النادي الاهلي عن الدخول في مهاترات. دي مهاترات يا كابتن اسامه والناس عارفه اغراضها وعارفه اسبابها وعارفه دوافعها. هو كل القصه كرها لنجاحات الكابتن محمود الخطيب وشعبيه الكابتن محمود الخطيب وصوت الكابتن محمود الخطيب ودعم جمهور النادي الاهلي للكابتن محمود الخطيب. عشان كده حتى تلاقي الراجل او اللي بيحاول يصدق الازمه دايما بيحاول يخاطب او يلعب على وتر جمهور النادي الاهلي. وده انا بضم صوت لصوتك يا استاذ علاء وكمان رساله الجمهور النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، خلونا نركز مع نادينا، خلونا نركز في فرقتنا مع مديرنا الفني مع لاعبتنا وندعم علشان ان شاء الله نقدر نحصد كل البطولات اللي جايه خلال الفتره اللي جايه. فرصه النهارده وانت موجود هو معانا هو ده مربط الفرس كابتن اسامه، هو ده فعلا 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 هو ده مربط الفرس زي ما حضرتك بتقول. احنا مش لازم ننشغل بالقضايا دي، خلاص دي قضايا احنا عارفين ليه بتطلع وعارفين اهدافها اهدافها الغير صحيه والغير سليمه والاهداف الخبيثه اللي بتطلع من وراء الحملات دي. وفعلا للاسف الشديد وطبيعي جدا ان جمهور الاهلي ينشغل بقضايا طبعا بتمس النادي ناديها وبتمس رمزها الكبير كابتن محمود الخطيب، فبالطبيعي ان جمهور الاهلي ينشغل. لكن جمهور النادي الاهلي بينشغل في الدفاع لكن ما بينشغلش في دخول المواطنات، لان جمهور النادي الاهلي من الوهله الاولى هو عارف ايه الهدف من الاشغال القضيه دي، عارف ان دي قضيه عباسيه الهدف منها تشويه الرمز بتاعهم، تشويه سمعه ناديهم. فجمهور النادي الاهلي انا بقف معاك في النقطه دي، جمهور النادي الاهلي عايزه يعني يتوقف بدل الصندوق رد يا استاذ علاء زي ما انت قلت. يبقى يحيى تحيا مصر ويحيى النادي الاهلي ويحيى محمود الخطيب. عايز فرصه وحضرتك موجود معانا اسالك بقى عن مارسيل كولر، اسالك عن الصفقات الجديده للنادي الاهلي. النادي الاهلي فيه تركيز كبير خلال الفتره دي، استعداد مهم جدا للموسم الجديد، شايف الشكل العام ازاي ان شاء الله؟ لا اتحرك شويه عشان الصوت بس بيقطع. طب ارجعوا لنا تاني للاستاذ علاء عزت، ارجعوا لنا للاستاذ علاء عزت تاني لو سمحتوا. مداخله مهمه وانا بقول وبضم صوت الاستاذ علاء، الهدف من الناحيه الثانيه هو الهاء النادي الاهلي. نتكلم في قضايا فرعيه، مواضيع قتلت بحثا، خلاص في شهادات وفي براءات وفي اقاويل للتاريخ موجوده، ما ينفعش ايا كان الشخص يقدر يزيف التاريخ. لما نتكلم عن نيابه الاموال العامه ودي من اكبر الجهات الرقابيه الموجوده في مصر وتبرئ مجلس اداره النادي الاهلي لما يكون المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر ويقول ان كل الاموال وكل التبرعات العينيه ردت من 10 مارس 2021 والموضوع اتقفل، يبقى دي شهاده التاريخ. وبقول لحضراتكم كابتن محمود الخطيب اسطوره كبيره، اسطوره كبيره جدا، مش محتاجه كمان لشهادات ولا ردود، ان تاريخه نزيه وتاريخه كل الناس عارفاه. مره ثانيه يا استاذ علاء، الصفقات الجديده مارسيل كولر، شايف الموسم الجديد للنادي الاهلي بعد التدعيمات المهمه ازاي؟ اكيد طبعا النادي الاهلي الحمد لله وفق ان هو يدعم الفريق بشكل مرضي لحد كبير. مش هو ده كل اللي يعني بصراحه مش هو ده كل مكان يرضي غرور جمهور النادي الاهلي، لكن لسه في وقت. يعني انا شايف ان ملف الصفقات ما مش هيتقفل دلوقتي، احنا لسه عندنا هو وانا باكد على كلامك، لسه ملف الصفقات ما اتقفلش، لسه ما اتقفلش لحد يوم 10/10. وانا واثق النادي الاهلي هيدعم بس بهدوء شديد جدا. النادي الاهلي بيعمل في صمت وانا مبسوط جدا ان العجله دارت حتى قبل موسم الصفقات ما ينتهي. يعني الجهاز الفني النادي الاهلي ما استناش نهايه الموسم الصفقات عشان يبدا فتره الاعداد، لا هو خلاص الحمد لله الحمد لله ان اهم صفقه عوده النجوم الكبار في النادي الاهلي. انا عن نفسي شخصيا سعيد جدا جدا بعوده النجوم الكبار في النادي الاهلي اللي حالتهم
الصحيه مره ثانيه الحمد لله كلهم شفوا الراحه السلبيه تماما. كانت مهمه جدا. اكرم توفيق رجع، ده صفقه، ده في حد ذاته، وعوده اكرم توفيق ده انا بعتبرها صفقه مهمه جدا للنادي الاهلي بعد غياب تقريبا من شهر يناير او شهر فبراير اللي فات. انا بعتبر عودته دي صفقه مهمه جدا، عوده محمد شريف، عوده السولية، عوده اليو ديانج، عوده الناس دي كلها، الراحه الكبيره اللي خدوها دي ان شاء الله باذن الله انا واثق ان النادي الاهلي يرجع بشكل كبير جدا وهيرجع بشكل مميز جدا. كمان سعيد جدا جدا ان العجله دارت بسرعه، الجهاز الفني مش زي باقي، مش في بعض الانديه لسه منتظرين يبداوا بعد ما موسم بعد غلق باب القيد، لا النادي الاهلي بدا بدري والحمد لله. كمان النادي الاهلي هيلعب 3 مباريات وديه وده مهم جدا مع انديه كلها مميزه، بتروجيت، اسوان، طلائع الجيش، مباريات قويه جدا، مباريات مهمه جدا، وفرصه كويسه جدا للجهاز الفني ان هو يروح يشوف اللعيبه الجديده، كولر يتعرف على. طبعا انا كنت اتمنى ان يكون في فرصه لاقامه معسكر خارجي، ده كان هيبقى شيء رائع جدا لكولر ان هو يتقرب قوي من اللعيبه بشكل افضل، يتقرب منهم، يعرف كمان حتى حياتهم الشخصيه، يقرب منهم على المستوى الانساني. لكن قدر الله ما شاء فعل، لسه ان شاء الله باذن الله فرصه المعسكر قايمه في توقف اثناء كاس العالم. لكن انا سعيد ان النادي الاهلي ابتدى العجله راجعه بقوه، اللعيبه كلهم رجعوا، الكبار راجعين، اللعيبه الصفقات الجديده ما شاء الله عليهم كلهم. شايف مواجهه اتحاد مينستيري التونسي، النادي الاهلي يفتتح مواجهاته في الموسم الجديد مع اتحاد مينستيري وهي فرقه محترمه قدرت جداً جداً, جدا 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 3 على ملعبها، شايف المواجهه ازاي؟ طبعا يعني مش عايز اقول ان من سوء حظ النادي الاهلي نبتدي مع شمال افريقيا، انت عارف دايما بنحب مواجهات شمال افريقيا تكون متاخره شويه سواء مرحله دور المجموعات، ادوار اقصائيه، ادوار نهائيه، لكن البدايه لكن قدر الله ما شاء فعل. يعني انا شايف ان هي بدايه كويسه جدا، حتى كمان عشان جمهور النادي الاهلي يطمئن على فرقته بشكل كويس جدا، ما تكونش البدايه مع فريق متواضع او فريق مغمور. فلما النادي الاهلي حقق فيها انتصار البعض يقال من هذا الانتصار، لا، لما يكون فريق بحجم الاتحاد المنستيري هو اول مره بيشارك في حياته في دوري ابطال افريقيا، لكن ده ما يعنيش ان هو فريق مغمور، لا بالعكس ده فريق كويس جدا. الفوز اللي عمله في مباراه الاياب 3-0 دي كانت نتيجه كبيره جدا، كانت يعني غير متوقعه، يعني انا عن نفسي توقعت ان ممكن المباراه توصل لضربات ترجيح، يفوز بصعوبه 2-0، لكن الاداء والعرض وما كتب عن المباراه دي في الصحافه التونسيه وانا تابعته باهتمام بيقول ان الاتحاد المنستيري فريق قوي جدا حقيقة. وطبعا ده فريق يمتلك جماهيريه كبيره جدا وفريق يمتلك تاريخ كويس جدا. فانا كمان يعني اذا ما كانش الاهلي محظوظ، لكن انا شايف انه محظوظ انه تكون بدايته قويه علشان خاطر جمهور النادي الاهلي من اول مباراه باذن الله رسميه للنادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي يطمئن على فرقته قدام منافس كبير جدا في بطوله مهمه جدا للنادي الاهلي، دوري ابطال افريقيا، والنادي الاهلي هو اسياد البطوله دي على طول ان شاء الله. احنا بنشكرك شكرا جزيلا الناقد الصحفي الكبير الاستاذ علاء عزت، اتكلمنا معاه في كل المواضيع عن كولر وعن لاعبي النادي الاهلي الجداد وايضا عن صندوق تحيا مصر والتبرعات والاموال. هقفل الموضوع ده بآية قرآنية في سورة النور، وربنا انزلها في سورة النور علشان سورة النور هي نور لكل مظلوم. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كل واحد بيحب أن تشيع الفاحشة في الناس بالأكاذيب وبالأقوال وبالشائعات عذابه هيشوفه في الدنيا قبل الآخرة حتى يكون عبرة للناس جميعا. نروح لفاصل، وبعد الفاصل هنتكلم عن فرقة النادي الأهلي والتدعيمات والمعنويات الكبيرة خلال الفترة اللي جاية، ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. لفت نظري على السوشيال ميديا صفحة جميلة أهلوية اسمها صفحات من تاريخ الأهلي. الصفحة دي دايما بتنشر صور عن تاريخ الأهلي الكبير اللي ابتدى من سنة 1907، أكتر من 100 سنة. الشيء الجميل على الصفحة إنك بتشوف صور لأول مرة ممكن تشوفها. أنا كان ليا صورة شخصية، الصورة المعروضة قدام حضراتكم. الصورة دي كانت في استاد القاهرة، كانت موسم 96-97، وكان النادي الأهلي في السنة دي توج بالبطولة العربية للأندية أبطال الدوري، وخد البطولة الدولية للناشئين في الإمارات بالنسبة لقطاع الناشئين، وخد بطولة كأس النخبة العربية، وخد الدوري العام. وإحنا كناشئين خدونا في قطاع الناشئين نروح استاد القاهرة علشان نشيل
درع الدوري وكاس النخبة العربية وكاس البطولة العربية للأندية أبطال الدوري، علشان يتزرع جوانا واحنا ولاد صغيرين ازاي النادي الاهلي بيربي الناشئين بتوعه على البطولات. فروحنا قبل مباراه للفريق الاول في استاد القاهره، واحنا كان عندنا وقتها 14 سنه، ولعبنا مباراه استعراضيه في ملعب استاد القاهره، وكان اول مباراه العبها في الملعب ده. انا لابس تيشيرت احمر ورا على اليمين، الصوره اللي ورا على اليمين، اول واحد من اليمين لابس تيشيرت احمر انا، وجنبي اللي شايل درع الدوري كريم احمد. كريم احمد ده زميلنا هنا مراسل في قناه النادي الاهلي، وكان بالمناسبه هو كمان كابتن الفريق بتاعنا، كان من الشخصيات الجميله وما زال يعني كريم احمد. فدي صوره من الصور اللي انا يعني اتفاجئت بيها على صفحات من تاريخ الاهلي على السوشيال ميديا، ده اللي لفت نظري للصفحه دي، ويا ريت كل جماهير النادي الاهلي يعني تعمل لها فولو وتشيد بالصفحه دي. صوره ثانيه برضو من ضمن الصور اللي احنا شفناها على صفحات من تاريخ الاهلي اللي بتوثق تاريخ النادي الاهلي. الصوره الثانيه هنشوفها مع حضراتكم. الصوره دي من الصور التاريخيه. الولد الصغير ده المهندس مصطفى مراد فهمي مع والده مراد فهمي، وكمان موجود مصطفى كابتن حسين حجازي التاريخي الكابتن الكبير للنادي الاهلي منتخب مصر، والكابتن مصطفى كامل منصور حارس مرمى الاهلي منتخب مصر في 34 في كاس العالم 34. وبالمناسبه اللي ورا ده كمان الصوره دي في ملعب مختار التتش، اللي ورا برج القاهره اثناء تشييده وبنائه، يعني صوره من التاريخ. الصوره الثالثه اللي عايز اعرضها لحضراتكم برضو دي صوره لقطاع الناشئين. الراجل الاسمراني ده الله يرحمه، ده عم جمعه سرحان، ده كان الاب الروحي لكل الناشئين داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، واول واحد على يمينه اللي بيضحك وهو حاطط ايده على كتفه كان ده الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. دي برضو من الصور التاريخيه، والصوره دي كانت في التسعينات. صوره من الصور الحلوه اللي لفت نظري على السوشيال ميديا، على الفيسبوك، على صفحه صفحات من تاريخ الاهلي. نروح للصوره الاخيره، ودي صورة كانت في ملعب مختار التتش من إحدى المباريات الخيرية اللي كانت مقامة في ملعب مختار التتش، واللي لابس الطقم الأبيض ده الفنان الكبير الله يرحمه فريد شوقي، وهو بيلعب في مباراة خيرية مقامة في ملعب مختار التتش. حبيت تشاركونا مع بعض الصور التاريخية والصور الجميلة دي، علشان يعني حبيت إن أنا أشيد على الفيسبوك على صفحات من تاريخ الأهلي، ونستمتع مع بعض بالصور التاريخية. نروح بقى للنادي الأهلي الفترة دي ما شاء الله المعنويات مرتفعة جدا، تدريبات متابعين دايما تدريبات النادي الأهلي، المعنويات كولر اللي بدأت بصماته تبقى موجودة على لعيبة النادي الأهلي، كولر اللي اللعيبة كمان لما تسمع منهم التمرين ممتع بالنسبة لكولر، التدريب بتاع النادي الأهلي بمعنى إيه؟ النادي الأهلي النهاردة بيلعب كرة هجومية، النادي الأهلي دايماً بيلعب ضغط عالي، النادي الأهلي بيلعب الكرة السريعة، النادي الأهلي بيلعب الكرة القصيرة، إن أنا ألعب وأتحرك. هو ده اللي موجود في تدريبات كولر، هو ده اللي بيطبقه في التمرينات علشان عايز يشوف في الماتشات، وهي دي الرسالة اللي بيوصلها للعيبة النادي الأهلي إزاي تحصد البطولات الفترة اللي جاية. فلازم الملعب، لازم أدائك في الملعب، الروح القتالية. الفترة دي عامل برضو اليوم الكامل، اليوم الكامل اللعيبة بتروح من الساعة 7 صباحا وتروح 8 مساء، اللعيبة بتتمرن فترة صباحية، اللعيبة بتتغدى تقعد في أحد الفنادق القريبة جدا من النادي الأهلي ملعب مختار التتش، وييجوا بعد كده تمرينة تانية وتالتة لو استدعى الأمر، ممكن يبقوا تمرينتين بس. لو في علاج اللعيبه بتعمل، لو في محاضرات نظريه اللعيبه بتقعد تتفرج على ماتشات وتبدا تشوف التمرين بتاعها. شايف الروح والمعنويات مرتفعه جدا. حتى كمان لما شفنا شادي حسين الصفقه الجديده لما انضم للعيبه النادي الاهلي، وهنشوف استقبال لعيبه النادي الاهلي لشادي حسين والجهاز الفني والهزار والروح الحلوه، بيستقبلوه الاستقبال الايه؟ المعتاد، بيدخل الممر الشرفي وهو بيدخل واللعيبه كلها بتهزر معاه، وكولر كمان مشارك مع اللعيبه.
بكره ان شاء الله في مباراه وديه للنادي الاهلي، دي اولى المباريات الوديه للنادي الاهلي في الموسم الجديد، وده هتكون استعداد. النادي الاهلي عامل ثلاث مباريات، المباراه الاولى امام بتروجيت بكره يوم 25 امام اسوان، ويوم 29 امام طلائع الجيش. لعيبه منتخب مصر اللعيبه المنضمه هترجع لنادي الاهلي يوم 28، صعب انها تلعب 29 على حسب الحاله، ممكن اللي ما شاركش، ممكن بعض اللعيبه تاخد اجزاء من مباراه 29، لكن ده الوضع كاملا داخل فريق النادي الاهلي. نروح بقى علشان نتعرف على قائمه النادي الاهلي، القائمه الافريقيه، ونقول علشان الناس اللي كانت بتقول ما عندناش ناشئين، ما عندناش قطاع ناشئين، طب اللعيبه اللي لعبت خلال الفتره اللي فاتت واللعيبه اللي تأيدت في القائمه الافريقيه، دي قائمه الفريق بالنادي الاهلي. القائمه ضمت الشناوي وعلي لطفي، مصطفى الشوبير، حمزه علاء، خط الدفاع اكرم توفيق، محمد هاني، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، محمود متولي، مغربي، علي معلول، محمد اشرف. في خط الوسط رأفت خليل، اليو ديانج، عمرو السليه، حمدي فتحي، حسين الشحات، محمد محمود، طاهر محمد طاهر، بيرسيتاو، زياد طارق، أفشة، سافيو، أحمد عبد القادر، وفخري، وأحمد نبيل كوكا، ومصطفى سعد، وميدو نبيل. وفي خط الهجوم محمد شريف، وحسام حسن، وشادي حسين. نبص بقى على شبابنا ولادنا من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي اللي موجودين في القائمة وهم من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. هنعرضهم مع بعض، يا ريت نستعرضهم مع بعض. شباب الاهلي في قائمه الفريق الاول بدوري ابطال افريقيا عندنا حمزه علاء، حمزه علاء حارس المرمى وده مواليد 2001، عندنا محمد مغربي العائد من الاعاره من التشيك 2001، محمد اشرف الباك ليفت 2001، رأفت خليل طرف مهاجم 2004، احمد نبيل كوكا، مصطفى سعد المنتقل من سيراميكا الى النادي الاهلي، وميدو نبيل. هي دي اللعيبه سبعه من شباب الاهلي في قائمه الفريق الاول بدوري ابطال افريقيا. ده ابلغ رد على الناس اللي دايما بتشكك في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، قطاع الناشئين بالنادي الاهلي اللي بياخد كل البطولات في قطاع الناشئين سواء جمهوريه او مناطق. لما نشوف السنه اللي فاتت خمس بطولات النادي الاهلي بيحصد ثلاثه، والبطولتين واحدة منهم إنبي، واحدة منهم الاتحاد السكندري، والنادي الأهلي بيحصل على ثلاث بطولات وكل بطولات المنطقة. النهاردة لما نشوف مغربي ونشوف رأفت خليل ونشوف حمزة علاء ونشوف ميدو نبيل ونشوف محمد أشرف، ما هي دي لعيبة قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، علشان ندي كل واحد حق. نروح بقى لأخبار الناشئين في الصحف والمواقع، وعندنا خبر كولر هيقرر زيارة قطاع الناشئين في النادي الأهلي. هو دلوقتي الفترة دي مركز مع الدرجة الأولى خلال الفترة اللي جاية، وفعلا في تدعيم من قطاع الناشئين، لكن الفترة اللي جاية هو طالب بنفسه عايز يزور قطاع الناشئين، عايز يشوف الملاعب، عايز يشوف المدربين، عايز يشوف الإداريين، عايز يشوف المدير الفني الأجنبي كابتن خالد بيبو. هو بنفسه هيعمل زيارة لمدينة نصر وهيتعايش هناك ويشوف الوضع على الطبيعة. الخبر الثاني تصعيد ثلاثة ناشئين للمشاركة في مران الفريق الأول بالأهلي، وده مستمر على طول، في تنسيق كبير بين الكابتن خالد بيبو والكابتن سيد عبد الحفيظ، وفي تصعيد مستمر. يعني شفنا المران شهد تصعيد ثلاث لاعبين من قطاع الناشئين، هم أدهم محمد سيحة ده حارس مرمى وده هيكون ضيفنا النهارده إن شاء الله في الجزء الثاني، إسلام عبد الله وحمدي موسى مواليد 2003، وطبعا شايفين حمزه علاء ورافت خليل واشرف ومغربي، ودول دايما بيتم تصعيدهم. الخبر اللي بعد كده تصعيد ايضا حارس 2006 واجتماع كولر وتدريبات فنيه وخططيه، تصعيد حارس 2006 علشان بنطمن كل الناس على مركز حراسه المرمى بالنادي الاهلي اللي طلع موجود عندنا من ابناء الاهلي الشناوي، موجود عندنا مصطفى شوبير، موجود عندنا حمزه علاء ومصطفى مخلوف ايضا من اللعيبه اللي بتصعد، عندنا كمان عمر كامل وهو حارس مرمى فريق 2006 وحارس مرمى منتخب مصر 2006، وده من الوجوه الصاعده. ميشيل يانكوني عارف كل الحراس في قطاع الناشئين، فدي فرصه كبيره ان هو قريب منهم. الخبر اللي بعد كده شرقيه يغادر معسكر منتخب الشباب بسبب الاصابه، عنده شد في العضله الخلفيه، بنقول له الف سلامه وترجع مره ثانيه سريعا الى منتخب مصر للشباب. الخبر الأخير اللي معانا، منتخب مصر للشباب يواصل استعداداته لمواجهة طلائع الجيش وديا.
منتخب مصر للشباب ماشي بخطى ثابته من انطلاق البطوله العربيه واداء اكثر من رائع، مرورا بالمباريات الوديه لعب مع سبورتنج، وايضا عنده مباراه مع طلائع الجيش. نروح نتعرف اكثر على منتخب مصر الشباب مع الكابتن كرم مرسي المدرب العام لمنتخبنا الوطني. تحياتي ليك يا كابتن كرم. اهلا كابتن اسامه، اهلا بيك. طمنا على اخر الاستعدادات لمنتخب مصر الشباب. احنا دلوقتي الحمد لله موجودين في معسكر في اسكندريه في برج العرب، اساس استعدادا طبعا المعسكرات الفتره اللي جايه دي كلها لبطوله افريقيا ان شاء الله في مصر. فاحنا ان شاء الله لنا معسكر بدا من يوم 4 وينتهي ان شاء الله يوم 27. كويس، في مباريات وديه طبعا في المعسكر. احنا لعبنا اول امبارح مباراه مع سبورتنج الفريق الاول، وبكره ان شاء الله احنا طالع الفريق الاول برضه. كويس. وان شاء الله يوم 25 هنلعب منتخب الكويت للشباب. ده برضه المباراه الثالثه ان شاء الله. دي استعدادا برضه منتخب الكويت جاي هنا عامل معسكر، وان شاء الله هيبقى في مباراه معاه ان شاء الله. فرصه يعني جيده للجهاز الفني لما بتشوف دلوقتي عناصر منتخب الشباب بعد البطوله العربيه وهي بتلعب مع انديتها دلوقتي ومشاركه مع الفريق الاول بصفه مستمره، ده شيء يسعد الجهاز الفني طبعا يا كابتن كرم. هو في المداخله اللي كانت مكتوبه قبل كده كابتن اسامه قلتها لك، ويمكن احييك فيها، النادي الاهلي لما صعد اللعيبه لعبت في نهايه المباريات بتاعه الدوري مجموعه اللعيبه الشباب، طبعا دي كانت استفاده لينا ورؤيه لينا الحمد لله. شفنا وممكن منهم دلوقتي ميدو نبيل متواجد معانا، وشرقيه للاصابه مش متواجد في المعسكر، ومنهم رأفت خليل من العناصر اللي كانت موجوده معانا وانضم للمنتخب الاولمبي رأفت دلوقتي، وفي لعيبه كتير يعني في الانديه الثانيه اغلبيه اللعيبه بتاعت لعيبه منتخب الشباب الحمد لله شاركت مع الفريق الاول الفتره اللي فاتت بعد بطوله الشباب بعد البطوله العربيه. المعسكر اللي احنا موجودين فيه ده يمكن ناقصنا لعيبه كتير من اللي كانت موجوده معانا، حاجه كويسه يعني اذا كان في لعيبه انضمت للمنتخب الاولمبي او كان في لعيبه احمد شريف في المنتخب الاول. كويس. فدي حاجه بتسعدنا، والاحتكاك الاقوى طبعا احنا بنبقى مستفيدين منه يعني. هل في وجوه جديده دلوقتي في المعسكر في التجمع الحالي؟ في لعيبه جديده من نادي الاتحاد، في محمد فارس من نادي الاتحاد من العناصر اللي انضمت لينا الفتره الاخيره يعني. فان شاء الله الفتره اللي جايه دي، وفي محمد كمال من نادي الزمالك انضموا لينا المعسكر ده على المجموعه اللي كانت موجوده قبل كده. والفتره اللي جايه الدوري بتاعهم هيبدا يوم 5 يعني 5/10 ان شاء الله 5 اكتوبر، فاحنا برضو هيبقى لينا الرؤيه ونشوف عناصر جديده اللي تستحق انها تبقى موجوده معانا وتبقى تعمل لنا اضافه ان شاء الله. اقامه كاس الامم الافريقيه في مصر في شهر فبراير ده بيسهل المهمه شويه، ولا برضو ما زالت المهمه صعبه ومحتاجه شغل ومحتاجه تركيز ومحتاجه جديه اكتر؟ هي المهمه صعبه طبعا، لان انت بطل وموجود البطوله بتتلعب على ارضنا، المسؤوليه كبيره جدا يعني، والاستعدادات ليها الحمد لله احنا شغالين عليها، لان احنا عارفين ان البطوله دي الهدف طبعا ان احنا نحرز البطوله، والهدف الاكبر ان احنا نوصل كاس عالم. هما بياخدوا اول اربع فرق، الاول والثاني والثالث والرابع. بالظبط، اللي بيوصلوا المربع الذهبي ان شاء الله نكون منهم، وان شاء الله نحرز البطوله يعني تكون من نصيبنا باذن الله. فالمسؤوليه كبيره علينا لان البطوله على ارضنا طبعا، والهدف الكبير طبعا ان احنا نوصل كاس عالم، فطبعا مسؤوليه كبيره وان شاء الله قدها يعني. انتوا قدها ودود ان شاء الله يا كابتن كرم، بنتمنى لك كل التوفيق مع كابتن محمود جابر وكل الجهاز الفني. منتخب مصر الشباب عندنا منتخب محترم، منتخب فيه لعيبه مبشره، شفنا في البطوله العربيه بدات كل الجماهير تحفظ الاسماء. الناس اثنت على اداء المنتخب لما شفنا روح قتاليه عاليه، وانت بتكسب منتخب تونس وبتكسب منتخب المغرب وبتكسب منتخب الجزائر وعمان كل المنتخبات، في منتخب السعوديه خد البطوله في الاخر بركلات الترجيح، لكن انت اديت امام السعوديه صاحب الملعب كمان بطوله كبيره. ان شاء الله البطوله القادمه كاس الامم الافريقيه تكون على ملعبنا في شهر فبراير، فرصه كبيره لمنتخبنا، اول حاجه الوصول لكاس العالم زي ما قال المربع الذهبي، وتاني حاجه فرصه كبيره ان احنا ممكن ناخد البطوله. مسابقات الناشئين بقى، كنت اتكلمت مع حضراتكم عن قضيه خلال الحلقه السابقه، هو عمل الاشعه لمواليد 2007 و2008، والسن ده سن مهم جدا، لكن في صعوبات النهارده اللي اقرها اتحاد الكوره بعمل الاشعه دي. النهارده الاشعه مكلفه،
بالنسبة لبعض الأندية. النهاردة لما نادي ممكن يعمل أشعة للفريق ممكن تدخل في 100,000 جنيه، هل النهاردة الأندية عندها القدرة المالية أنها تعمل الفريق؟ ولا ممكن نشوف أندية تتراجع وتنسحب بالمواليد دي؟ ولا النهاردة ممكن وزارة الشباب الشباب والرياضة يكون ليها تدخل وتقدر تساعد وتشيل بالبند ده في إحدى المراكز الطبية اللي تتبع وزارة الشباب والرياضة؟ نتعرف أكتر على الموضوع مع الأستاذ محمود الشيخ الناقد الرياضي. تحياتي ليك يا أستاذ محمود. كابتن أسامة، إزي حضرتك؟ أخبارك إيه ومنور قناة الأهلي؟ ربنا يخليك، منور بيك طبعًا، كل جماهير النادي الأهلي. قول لي بقى، مواليد 2007 2008 عمل الأشعة مكلفة. النهارده في أندية عندها القدرة المالية، في أندية ممكن ما تقدرش، ممكن تنسحب. الرؤية اللي ممكن يعني يطرحها اتحاد الكورة أو المناطق خلال الفترة اللي جاية. طيب خليني بس في الاول نتفق وكلنا متفقين ان قرار اتحاد الكوره يعني من القرارات المهمه والمحترمه جدا، ده فوق الممتازه كمان، فوق الممتازه، وقرار اتاخر كتير جدا. يعني انت حضرتك عارف طبعا ازمه التزوير والتسنين واكبر المشاكل اللي بتواجه الكره المصريه في المراحل السنيه الصغيره، وانديه كتيره جدا ومنتخبات كتيره جدا عانت من المشكله دي، وكلنا اشادنا بقرار اتحاد الكوره لما قرر ان هو يعمل الاشعه على مواليد 2007 2008. لكن زي ما انت قلت دلوقتي يا كابتن اسامه، انا متواصل مع عدد كبير جدا من الانديه كلهم بيعترضوا وبيشتكوا من تكلفه الاشعه. معظم الانديه حتى هذه اللحظه ما عملتش اشعه. مستنيين يشوفوا هل موقف اتحاد الكوره هيتغير، هل ممكن الاتحاد يتحمل جزء ثاني، وزاره الرياضه تدعم بجزء ثاني. لحد النهارده انا بكلم بعض الانديه، عملتوا الاشعه ولا لسه، والاخبار عندكم ايه بعد الاشعه؟ احنا لسه ما عملناش الاشعه لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي. كمان الرؤيه مش واضحه يا كابتن اسامه. طب معاك الرؤيه مش واضحه كمان في اليه التنفيذ للانديه. يعني الانديه بتسال طب انا ما عملتش اشعه، ايه الاجراء اللي هيتاخد؟ كان اتحاد الكوره قال لك انا مش هأيد. طب معظم الانديه بعتت القوائم الاولى خلاص من غير اشعه، يعني معظم الانديه بعتت القائمه الاولى قبل 15/7 من غير الاشعه. فمصير اللعيبه اللي اتعمل اللي اتبعتت من غير الاشعه دي ايه؟ يعني خلاص اتأيدت. لو انا ما عملتش اشعه على اللعيبه دي، يعني عملت على القائمه الثانيه، لا يتأيدوا بدال. طب اللعيبه القديمه اللي اتأيدت خلاص ودخلوا على السيستم بتوع القائمه الاولى، ما اتعمل لهمش اشعه، مصيرهم ايه؟ طبعا انا يعني دي اسئله بتسالها الانديه، مش لاقي حد يرد او يجاوب عليها. طب هل النهارده ممكن وزاره الشباب والرياضه تتدخل كما تدخلت من قبل في كشف الطبي على الحكام؟ ممكن تتدخل مع 2007 2008 للانديه، والنهارده كمان زي ما احنا بنقول ان ده قرار مهم بيخدم الكره المصريه؟ طبعا ولازم. طب لحد دلوقتي ما فيش اي حاجه تقول ان وزاره الرياضه هتتدخل، ولا تقول ان كمان اتحاد الكوره ممكن يتدخل. لحد اللحظه دي خلاص يعني بقى امر واقع، اتحاد الكوره اقره، وزاره الشباب والرياضه انا شفتها قبل كده في حلقه بتناشد ان هي تتدخل، وده لازم، وانا كتبت الكلام ده برضو ان لازم الوزاره يكون ليها دور والمناطق يكون ليهم دور. الموضوع كله لا يتخطى 1,000,000 جنيه، يعني بالنسبه لمسابقه 2007 او 2008 بتتكلم في المسابقه حوالي 1,000,000 جنيه. المناطق اللي حاجه يا كابتن اسامه زي منطقه القاهره او منطقه الجيزه او غيرها من اي المناطق بيخش لها اضعاف الرقم ده من الاشتراك في المسابقات ومن الرسوم ومن الكابنيهات ومن حاجات كتير جدا. فليه المناطق اللي هي فرع من اتحاد الكوره او اتحاد الكوره ما يتحملش الجزء الاكبر؟ يعني ما يتحملش. طب هل النهارده بس عشان يعني عايز اركز على نقطه مهمه، 2007 و2008 بيلعبوا بطوله جمهوريه، هل النهارده بيشمل الانديه اللي بتلعب بطوله جمهوريه، ولا كمان القرار بيشمل الانديه اللي بتلعب مناطق؟ لا، بطوله الجمهوريه بس. جمهوريه بس، يعني تتكلم على 18 نادي. 18 نادي. في انديه يعني بتدرس او بتفكر ان هي ممكن ما تشتركش، زي مثلا نادي الانتاج الحربي. يعني كنت بتواصل مع العميد عادل عبد الفتاح او بعض المسؤولين، فقال احنا اتفاجئنا، انا عندي الفرقه الواحده 56,000 جنيه. في نادي امكانياته الماديه او الميزانيه المرصوده لقطاع الناشئين محدوده، ما بيصرفش كتير. زي ما انت قلت في بدايه كلامك، في انديه عندها الامكانيات
وفي انديه ما عندهاش امكانيات. يعني نادي زي النادي زي الانتاج او بعض الانديه المحافظات المشتركه ما عندهاش امكانيات ان هي تعمل الاشعه دي، فممكن تلاقي فرق اعتذرت. يعني ممكن تلاقي فرق اعتذرت. اتمنى المسؤولين في وزاره الشباب والرياضه يتدخلوا في هذا الامر، ان الامر ده مهم جدا، بيحافظ على المواهب المصريه الموجوده في ملاعب قطاعات. انا عايز اقول لك على حاجه بقى ثانيه يا كابتن اسامه. اتفضل. يعني حاجه مهمه، يعني نادي زي نادي فيوتشر مثلا عمل الاشعه دي على اللعيبه الجديده اللي جايه له قبل ما يقيدها. يعني علشان يتاكد اذا كانت اللعيبه دي سليمه ولا لا. واول لاعب يعمل عليه الاشعه دي كان امبارح او اول امبارح، طلع ان اللعيب كبير. يعني هو اللعيب كان هيقيده في قائمه 2008 وهو الولد كان جايب ورقه ان هو 2009 يعني عنده 12 او 13 سنه. لما عمل عليه اشعه تجريبيه للنادي مش لاتحاد الكوره، هو النادي عايز يتاكد، اتلقى الولد عنده 15 سنه ونص، يعني تقريبا 2006 ولا حاجه. لا يبقى انت النهارده انت بتحافظ كمان على اللعيبه اللي عندك، على الولاد اللي انت بتضمها. قول لي بقى يا استاذ محمود، اخر اخبارك بالنسبه لقطاعات الناشئين؟ طبعا انت خلاص ان كله بيستعد لدوريات الجمهوريه، هتبدا الجداول اعلنت هتبدا يوم 1 ويوم 3 ويوم 8 اكتوبر، يعني كل الانديه بتستعد. لكن برضو يعني زي ما بنقول على النقط الايجابيه والنقط السلبيه والحاجات اللي احنا لازم نتكلم عنها ونبرزها، يعني برضو يعني اتحاد الكوره بيتاخد عليه برضو يا كابتن اسامه لحد دلوقتي الرؤيه مش واضحه في بعض القرارات. يعني الناس بتسال برضو الدوري الجمهوري هيبدا 1/10، في مسابقات هتبدا 1/10. لحد دلوقتي الانديه السنه اللي فاتت في نهايه السنه اللي فاتت ما كانتش في نهايه الموسم كان الاتحاد الكوره اللي بيتحمل الاسعاف. لحد النهارده الاتحاد الكوره ما وضحش اذا كان هم اللي هيتحملوا الاسعاف ولا الانديه اللي هتحمل الاسعاف، بدلات التحكيم برضو. يعني كل دي حاجات مش واضحه في اللائحه بتاعت دوري الجمهوريه. اتحاد الكرة عمل السنة دي حاجة جديدة أول مرة تتعمل، أو قرار جديد إن أندية 2001 و3 الجمهورية لازم تلعب على ملاعب نجيل طبيعي. كويس. ممنوع اللي هي تلعب على ملاعب نجيل صناعي. بتطلع لجنة طبعا بتعاين الملاعب قبل انطلاق البطولة. لازم تعاين الملاعب في البداية طبعا. واللجان عاينت الملاعب واعتمدت الملاعب. كويس. لكن ده برضو سبب بعض المشاكل لبعض الأندية اللي هي كانت الانديه اللي بتتمرن مثلا على ملاعب نجيل صناعه زي طلع الجيش زي فيوتشر، فعلشان تتمرن على صناعه وتيجي تلعب ماتشاتها على نجيل طبيعي فالامر صعب. بالاضافه الى عشان يلعب على نجيل طبيعي لازم يتمرن على نجيل طبيعي، والملاعب دي برده مكلفه جدا. يعني ملاعب النجيل الطبيعي قليله ومكلفه جدا، فبرضه دي من المشاكل ان الانديه اتفاجئت بيها مؤخرا. يعني بعد ما رتبت ملاعبها، ملاعب التدريب والملاعب اللي هتلعب عليها الماتشات، اتفاجئت بقرار اتحاد الكوره ان لازم مسابقه 2001 و2003 تتلعب على نجيل طبيعي. فدي عملت برضه بعض الازمات شويه في قطاعات الناشئين اللي بتستعد للدوري الجمهوريه مواليد 2001 و2003. نتمنى ان شاء الله يعني كل ده يتصلح علشان صالح الكره المصريه. بنشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود الشيخ الناقد الرياضي. نروح بقى للنادي الاهلي واخر الاستعدادات قبل انطلاق بطولات الجمهوريه. النادي الاهلي على اتم الاستعداد، نروح نشوف فريق 2003 تحت قياده الكابتن محمد شرف واخر الاستعدادات، نشوف التغيير ده مع بعض ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. طبعا الحمد لله احنا نبتدي موسم، ابتدينا معسكر في اسماعيليه اسبوع ولعبنا 3 مباريات هناك. دي المباراه اول مباراه لينا في القاهره مع فريق درجه اولى، احنا بنحاول نجيب درجات يعني تكون الامور قريبه شويه. الحمد لله احنا يعني يعتبر برضو انا غايب من عندي لعيبه كتير في المنتخب الشباب، منتخب الاولمبي رأفت خليل منتخب اولمبي، ميدو وشرقيه في منتخب الشباب، في لعيبه في الدرجه الاولى كريم عثمان ومازن، يعني في مصطفى مخلوف طبعا حارس المرمى، فعندي غيابات كتير. لكن احنا اهم حاجه ان استفدنا من 90 دقيقه، يعني في لعيبه كتير النهارده ابتدينا نوصل ل 60 و70 دقيقه، وفي ناس كملت الماتش ودي حاجه ايجابيه. عايزين نوصل ان شاء الله، الدوري هيبتدي 5/10 فعايزين نوصل ان شاء الله قبليها ان احنا
اللعيبه تقدر تلعب 90 دقيقه يعني. في محاضرات كتير، بنزود المحاضرات النظريه مع اللعيبه، بنزود الفيديوهات ليهم، لان احنا اغلب المباريات والتمارين بتتصور، فاللعيب لما بيشوف نفسه، بنتكلم على الاخطاء كتير، بنقرب اللعيبه من بعض، لان في برضو مجموعه لعيبه داخله معانا السنه دي، وطبعا اللعيبه وصل لهم ان انت الفرقه اللي موجوده دلوقتي يعني تحت الدرجه الاولى، فانت محتاج انت 2001 و2003 هم دول، وبرضو الفتره اللي فاتت لما الولاد خدوا في الفتره الاخيره دي اديتهم حافز ان انت سهل ان انت تبقى موجود في الدرجه الاولى. الامور يبقى عليك انك تتعب وان انت تقدم مردود كويس، لان الامور بقت قريبه. يعني طبعا في الاول الحمد لله النهارده على المكسب 1-0، فريق محترم ويعني ناس كلها محترمين، وماتش كان كويس النهارده الحمد لله. طبعا احنا شغالين شغل من اول السنه مع كابتن شرف حاجات جديده، وشغالين على تريكات معينه بننفذها في الملعب، بنحاول كل ماتش عن ماتش نزود حاجه جديده حاجه معينه، والحمد لله احنا بننفذ اللي احنا بنعمله ده النهارده يعني. فان شاء الله يعني الفتره الجايه نبقى بنزود اكتر ونبقى احسن. يعني اكيد كل ماتش بيكون ليه استفاده مختلفه، مثلا النهارده فرقه كبيره فانت بتحتك اكتر مع ناس اكبر منك، فالماتش بيكون اقوى، بتنفس حاجات معينه، فانت لازم تستفيد كل ماتش ان انت تنفس حاجه جديده وتقدم حاجه جديده وتطور من نفسك اكيد يعني. اول حاجه طبعا بشكر كابتن محمد شرف على ان هو خلانا في النادي بالمستوى ده، مستوى كويس، مستوى محترم ما شاء الله، كلهم عاملين معانا شغل كويس. والنهارده هو في المحاضره كان بيتكلم معانا اول حاجه طبعا عن الرجوله، وان انت تبقى راجل في الملعب، يعني مش اهم حاجه الكوره، الكوره دي تيجي بعد الرجوله وكده، بعد كده بقى تيجي انت مستواك، يعني انت تلعب برجوله وبعد كده هي هتبقى سهله معاك في الملعب. احنا لعبنا منتشه كتير يعني في المعسكر، لعبنا 3 منتشه مع فرق اكبر مننا، وما شاء الله يعني اللعيبه كلها كانت رجاله وكسبناهم، تعادلنا ماتش وكسبنا ماتشين، ودايما هم بيعملوا لنا مباريات مع فرق اكبر مننا عشان احنا نستفاد، واحنا الحمد لله بنبقى قدهم واقوى منهم كمان في الملعب، وبنلعب برجوله زي ما الكابتن شرف قال لنا، وبنعمل اللي علينا الحمد لله، وربنا بيكرمنا بالمكسب يعني. ده تقرير مع فريق 2003 والكابتن محمد شرف. وفريق 2003 عندنا ما شاء الله بعض المواهب فيها، شفنا رأفت خليل، شفنا شرقيه، مصطفى مخلوف عندنا، وكمان ميدو نبيل، وفي الطريق ميدو اسامه، في لعيبه كتير في 2003. برضو نروح نشوف تقرير تاني عن فرقه لا تقل اهميه عن فرقه 2003، عندنا فريق 2005 مع الكابتن سامر عبد الرحمن، وبرضو عندنا مواهب كبيره في 2005 هتظهر خلال الفتره اللي جايه للنور، هتبدا الناس كلها تعرفها. عندنا يوسف عفيفي، عندنا عبد الله بوستنجي، عندنا سيف ايمن، سيف الطويل، عندنا لعيبه كبيره في 2005 ان شاء الله ياخدوا فرصه ايضا قريب مع الفريق الاول. نروح نشوف التقرير ده مع فريق 2005، وبعدها نروح لفاصل، وبعد الفاصل ادهم محمد سيحه حارس مرمى مواليد 2003، ولكن بعد الفاصل. حراس مرمى في 2005 ما شاء الله عليهم، موجود معايا حازم ومختار وبدر، بنشتغل معاهم طبعا، لان الخطه بتاعت كابتن سامر بتعتمد عليهم كليا في بدء الهجمه من تحت، فبنشتغل معاهم طبعا على طول من بدء الهجمه من تحت، نشتغل اغلبيه الشغل بتاعهم بالرجلين، وطبعا اكيد حضرتك اتفرجت على الماتش دلوقتي، كان اغلبيه الشغل كله من تحت بالبدايه الهجمه على طول كان بيشتغل فيها حازم، وفي نفس الوقت طبعا بنشتغل عليهم طبعا على اساس ان الدوري قرب. احنا عندنا بدايه الماتش الاولاني ماتش الاسماعيلي يوم السبت 1/10، وطبعا بنشتغل معاهم على التكتيك بتاعنا اللي هو كابتن سامر بيشتغل عليه مع الولاد طبعا، وفي نفس الوقت اعتماده الكلي بيبدا من حارس المرمى لغايه راس حربه، والبدايه على طول عنده الحارس مرمى اكنه لاعب، اللاعب الاول كمان، مش من اللاعب مثلا ال11، لا اللاعب الاول في البدايه، في بدايه الهجمه، وطبعا في الضغط علينا يعني بيبقى اخر واحد بنشغله، طبعا بيبدا من نص الملعب هنا من في بدايه الهجمه من هناك ومن الخصم، وبنشتغل عليها طبعا لان هو اساس كابتن سامر في الخطه بتاعته، اساسه حارس المرمى. والله احنا بدأنا الشوط الأولاني بكل ثقة وبكل قوة يعني، بس ربنا ما كرمناش، لعبنا 45 دقيقة سجلنا جون،
نزلنا شوط تاني حاولنا ننفذ على قد ما نقدر، فتحت معانا جبنا جونين. طبعا كل دوت كابتن سامر عمل معانا مجهود كبير، وطبعا عمل معانا كمان مجهود كبير ملعبني في كذا مركز، كذا مركز باك ليفت وهاف ليفت وصانع وكذا مركز يعني معتمد عليه في كذا مركز، فانا بحب حقيقي يعني. لعبنا بتاع 5 ماتشات 6 ماتشات الحمد لله كسبنا كله. طبعا استفاده كبيره، الماتشات الوديه دي بتاهلنا الماتشات الرسميه نكسب كل حاجه لازم نكسبها طبعا، فلما نكسب هنخش الدوري بثقه كبيره. فانا شايف ان الماتشات الوديه هي اللي بتاهلنا للماتشات الرسميه اصلا. والله كابتن سامر مركز مع كل لعيب فينا، محفظ كل لعيب، محفظ كل مركز، كل مركز ليه حاجات. فطبعا دي حاجه كابتن سامر تعبان معانا فيها، وتحس يعني تحسيه بيلعب بلاي ستيشن يعني مش كوره. اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيفي يعني حارس مرمى صاعد واعد خلال الفتره السابقه، كان متواجد في تدريبات الفريق الاول بالنادي الاهلي، ادهم محمد سيحه حارس مرمى فريق 2003. منورنا يا ادهم. منور يا كابتن اسامه. اخبارك ايه يا بطل؟ الحمد لله تمام. قول لي بقى، الفتره اللي فاتت ما شاء الله تم تصعيدك مع الدرجه الاولى تتمرن ودخلت في التمرينات معاهم، قول لي بقى الاجواء، ميشيل يانكوني وهو كان معاكم في قطاع الناشئين وخلاص حافظ قطاع الناشئين والحراس الموجوده في قطاع الناشئين. كابتن ميشيل طبعا مدرب كبير وبيحب الحراس كلها. فان هو يعني بينزل الفتره اللي فاتت، يجي ينزل يتمرن يمرننا ويقول تدريب ويدي نصائح لكل الحراس من كل السنين، فدي طبعا حاجه كويسه جدا في الناشئين النادي الاهلي، وهو بيحبنا كلنا وبالذات تمارينه حلوه. فرصه الفتره اللي نزلها في قطاع الناشئين ان هو حفظ اللعيبه كلها، دي برضو يعني كانت حاجه ايجابيه في مصلحتكم يعني زي ما بقول، صح؟ طبعا ده ادانا خبرات كبيره، هو مدرب كبير وطبعا كان بيقول لنا نصائح، هو يعني مش بيقولها لنا احنا بس، ده كان بيقولها للكابتن الشناوي وكل الحراس اللي دربها يعني. عايز ابتدي معاك بقى الموضوع من الاول. ادهم سيحه، انت من حراس مرمى وادي دجله، صح كده؟ ابتديت امتى؟ ابتديت كوره وانا عندي 7 سنين في اكاديميه وادي دجله. وفضلت في دجله 10 سنين او 9. اول ما ابتديت حارس مرمى ولا كنت لاعب الاول؟ لا كنت لاعب كده، ما كملتش يعني. كلاعب. بس عندك الهوايه انك حابب تبقى حارس مرمى. وبعديها بقيت حارس مرمى. وفضلت بقى في الناشئين لغايه اما اتصعدت، بقينا براعم ومن براعم بقينا ناشئين. وفي اخر فتره يعني الحمد لله كنت بطلع اتمرن برده فوق مع الدرجه الاولى في وادي دجله. كويس. وكنت بنزل العب ماتشات مع فرقتي. لفت الانظار علشان كده النادي الاهلي تعاقد معاك السنه اللي فاتت ولا اللي قبلها؟ لا السنه اللي قبلها. اللي قبلها من سنتين النادي الاهلي. مين اللي شافك او في مباراه ايه النادي الاهلي بدا يتابعك علشان تنضم للنادي الاهلي؟ هو من وانا صغير بصراحه يعني النادي الاهلي كان عليك يعني. بالذات في ماتشات النادي الاهلي كنت عامل ماتشات كويسه يعني. كويس. وجت السنه اللي قبل اللي فاتت وانا بنلعب ماتش في النادي في مدينه نصر. كنت عامل ماتش كويس، وبعد الماتش كابتن خالد، المفروض كابتن خالد بيبو المفروض اتكلم مع النادي وادي دجله ان هو يعني يضمني للنادي الاهلي. يعني كان اول واحد يكلمك بعد المباراه كانت في مدينه نصر كابتن خالد بيبو. كنت سعيد بقى لما النادي الاهلي في الوقت ده يعني بيكلمك وعينه عليك وعشان هتنضم للنادي الاهلي؟ طبعا ده شرف لاي لعيب كوره يعني ان النادي الاهلي يبقى مهتم بيه كده. فاكر اول تمرينه كانت في النادي الاهلي في قطاع الناشئين؟ مين اللي استقبلك وقتها؟ المدرب بتاعك يعني الكلام اللي اتقال لك؟ اول حد استقبلني كان كابتن راشد الاداري. ده الاداري. وبعديها وداني الكابتن تامر وكابتن سيد غريب. كابتن تامر الدسوقي مدرب الحراس. قعد يتكلم معايا شويه وقال لي انت مش جاي يعني تختبر، انت جاي احنا عارفينك، انزل تمرين اكنك مع فريقك.
وطلع كل اللي عندك وان شاء الله حاجه كويسه وخير يعني. مين المدربين اللي مرنوك في قطاع الناشئين؟ قلت لي الاول كان الكابتن تامر الدسوقي. كابتن تامر الدسوقي والسنه دي معايا كابتن خالد عثمان. خالد عثمان، اتعلمت من كل واحد ايه؟ اتعلم. ابرز الحاجات اللي اتعلمتها جوه النادي الاهلي. اتعلمت طبعا ان احنا كل ماتش نلعبه على مكسب، ما نفرطش في اي نقطه، ونطلع كل اللي عندنا في الملعب عشان احنا بنلعب يعني لنادي كبير ومنظمه كبيره. وان شاء الله يعني السنه دي نحقق اللي هم عايزينه مننا. طيب عايز اسالك بقى عن اول تمرينه، خلاص هتطلع الدرجه الاولى، عايز اسالك عن اول تمرينه، مين اللي استقبلك، كان شعورك ايه في اول مره بقى تدخل ملعب مختار التتش؟ هسمع منك الاجابه ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. ادهم قول لي قبل ما نتكلم عن الدرجه الاولى واول تمرينه ليك في ملعب مختار التتش، اهم المباريات اللي انت لعبتها في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، او اول مباراه لعبتها في ملعب الناشئين في مدينه نصر. كان ماتش الشرقيه للدخان، كسبنا فيه 3-2. والماتش ده اول حاجه حصلت في الماتش انا عملت ضربه جزاء. اول مباراه ليك؟ اه. خلي بالك المباراه دي احنا زعناها هنا على قناه الاهلي. ايوه صح. والحمد لله يعني صدتها، وبعديها على طول جبنا جون وتقدمنا 1-0. وبعديها برضو اتحسب علينا. دي لقطات ليك في الماتشات هنا، الماتشات اللي احنا كنا بنذاعها هنا على قناه الاهلي. ده ماتش البنك الاهلي. اتفضل. ومفروض بعد الشوط الثاني اتحسب برضو علينا ضربه جزاء ثانيه. اللي هي خدنا الكوره والحكم قال لنا نلعب ورحنا جبنا جون. وبعديها الحكم راح لغى الجون مع انه هو اللي قال لنا نلعب يعني. بس وماتش الاسماعيلي برضو في النادي مدينه نصر. دول من اهم الماتشات انت لعبتهم في قطاع الناشئين. لما بنذيع الماتشات على الهوا هنا كنتوا بتبقوا سعداء كلاعيبه، وان احنا بنذيع المباراه الناس تبدا والجماهير تعرف اللعيبه والمواهب، تبقى فرصه ليكم تقولوا للناس احنا موجودين والناس تبدا تعرف اسماءكم؟ طبعا الناس لما بتيجي تقول لنا ان الماتش هيتذاع اللعيبه بتطلع افضل ما عندها. عشان عارفه مش الناس دي بس هو اللي بيتفرج عليهم، ده ناس كمان على التلفزيون. فكله طبعا بيبقى عايز يطلع كل حاجه عنده ان هو يتعرف واسمه يتعرف. وطبعا دي حاجه بتساعد انه يطلع الدرجه الاولى والمدربين فوق يعرفوا كويس. طب قول الو كده شوف هتعرف اللي معانا ولا لا. الو السلام عليكم. ازيك يا كباتن؟ حبيبي يا كابتن اسامه يا هداف، يا نجم النادي الاهلي. عرفت مين يا سيحه؟ ازيك يا كابتن خالد؟ ايوه. حبيبي يا كابتن اسامه. كابتن خالد عثمان مدرب حراس مرمى في 2003. خلي بالك يا ادهم لو ما كنتش عرفت كابتن خالد كنت هتعاقب بكره في التمرين. لا طبعا صوت ما يتنسيش. كان يجري نص ساعه بكره. ازيك يا كابتن اسامه؟ منور يا كابتن خالد، تحياتي ليك. كابتن خالد عثمان مدرب حراس مرمى فريق 2003 في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ما شاء الله عامل شغل اكثر من رائع. بنشوف الفتره دي ادهم سيحه مع الدرجه الاولى بيطلع يتمرن، قبليه مصطفى مخلوف موجود مع الدرجه الاولى، فشغل اكثر من رائع يا كابتن خالد. حبيبي يا كابتن اسامه، انا بس عايز اسلم عليك، انت وحشني يعني، انا كان وشي حلو عليك، انت اشتغلت معايا سنه ورحت سموحه درجه اولى، وبعدين سنه ورحت منتخب مصر 99. كان وشي حلو عليك طبعا يعني. طبعا. حبيبي يا كابتن اسامه، لا بص يا كابتن، ادهم من الحراس المتميزين جدا، سواء في ادائهم في الملعب او فنيته او اخلاقيا، حتى هو شخصيه جميله ادهم، ومعاه طبعا مصطفى مخلوف زي ما انت قلت طلع الدرجه الاولى. مستر ميشيل تقريبا الفتره اللي فاتت تقريبا كان قاعد معانا في قطاع الناشئين شويه. وابدا اعجابه بصراحه بالثلاث حراس، ادهم ومصطفى مخلوف، وفي طارق حسن كمان ده من ولاد النادي بقى له 11 سنه في النادي، ده برده حارس مهاري ومتميز جدا. يمكن الثلاث حراس مرمى بيأدوا بشكل كويس الفترة اللي فاتت دي، وده عامل جو منافسة بينهم، جو كويس قوي. وهم أكتر حاجة بتميزهم الروح الحلوة بينهم كمان، بينهم وبعض. مفيش نفسنة ولا ضغط على بعض ولا الكلام ده خالص. وبنشوف قبلها كمان مصطفى الشوبير ما شاء الله، واحد برضه من اللي بدأ يحط أقدام في الدرجة الأولى. وده مقطع النشيب النادي الأهلي ولاد في المركز ده. أنا مش عايز أطول على حضرتك، ولكن أنا هقول لك على حاجة كده بسيطة بس يعني. ان احنا في الفتره الاخيره دي النادي الاهلي يمكن النادي الوحيد اللي في افريقيا اللي دايما بيبقى ما عندوش اي مشكله في حراسه المرمى. يعني احنا عندنا
كابتن محمد الشناوي حارس مرمى الاول، علي لطفي الراجل بينزل في اي وقت بيأدي وبيأدي بشكل كويس جدا وبيعمل اللي عليه، مصطفى شوبير مواليد 2000 تخطى كل من في سنه وحط نفسه وسط الحراس الكبار وده حقه بعد الاداء اللي اداه، وعندك حمزه علاء حارس منتخب مصر الاولمبي 2001 من الحراس المميزين قوي 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 وعنده ثقه عاليه قوي في نفسه، عندك النهارده مصطفى مخلوف، عندك ادهم سيحه، عندك عمر كمال 2006 حارس مرمى منتخب 2006 ما شاء الله. بتتكلم على عندنا ذخيره كبيره جدا من حراس المرمى في قطاع الناشئين جدا يا كابتن اسامه. يعني انا شايف ان احنا مستوى حراس المرمى عندنا في الفتره الاخيره الثلاث اربع سنين الاخرين لا اتطور بشكل كبير جدا جدا جدا، وانت بقيت سابق انديه كتير جدا بتدور على جون يقعد احتياطي او جون يبقى تاني او تالت او الكلام ده، انت سابقهم بكتير. انت عندك بسم الله ما شاء الله اربع خمس حراس مرمى اي حد فيهم يقدر يأدي في اي وقت ويلعب ما فيش اي مشكله. الفتره اللي قضاها معاكم ميشيل يانكوني وهو راجل ودود كده وحبوب يعني بلغه الكره، جميل جميل، دخل معاكم وانسجم بسرعه وفرصه كمان انه بدا يعرف الحراس اللي موجوده في قطاع الناشئين علشان لما يبدا يتم تصعيد الحراس دول للدرجه الاولى. دي حقيقه فعلا، هو الفتره اللي قعد معانا فيها هو مستر ميشيل في حاجه كويسه قوي قوي قوي، بيدقق في التفاصيل كويس، بيدقق في التفاصيل في التمرين في تفاصيل التفاصيل، ودي حاجه كويسه جدا. وكان الراجل عامل برنامج بنمشي عليه كلنا مع بعض، وهو كان بيتنقل بين الملاعب كل يوم مع كل الفرق وخد فكره عن الفرق كلها وحراس المرمى الموجودين في النادي. هو الفتره الاخيره قبل ما يطلع في الدرجه الاولى قال لك انا خلاص انا حطيت ايدي ازاي هيتم تطوير مركز حراسه المرمى في النادي لمده 10 سنين قدام، النادي ما يحتاجش اي حارس مرمى. وفعلا هو الراجل عمل مشروع، يعني زي ما حضرتك عمل مشروع لتطوير حراسه المرمى في النادي الاهلي، والراجل اشتغل بصراحه اشتغل عليه كويس جدا 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 وشغله مفيد جدا معانا. وحقيقه انت عامل برضه شغل اكثر من رائع، وكمان الكابتن خالد بيبو وكل القائمين والعاملين في قطاع الناشئين. طبعا طبعا كل القائمين كل القائمين على العمل بصراحه. هي المنظومه، بص يا كابتن اسامه، المنظومه كلها ماشيه باستراتيجيه واحده بنظام واحد، كل الناس ماشيه زي المكنه والتروس كده، انت ماشي جوه الترس الدنيا ماشيه كلها مظبوطه، ما حدش بيخرج بره. نشكرك شكرا جزيلا كابتن خالد، ونتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حوارنا مع الصاعد الواعد حارس مرمى فريق 2003 ادهم محمد سيح. اهلا بحضراتكم من جديد. ادهم حد بعت لي دلوقتي بيقول لي حارس مرمى 2003 ادهم محمد سيحه، بيقول لي هو سيحه ده اسم الشهره ولا اسم العيله؟ لا هو ده لقب في العيله. لقب في العيله أوه. يعني مش اسم الشهر. لا طيب قول لي بقى، كلمنا عن فتره الناشئين، اول تمرينه ليك مع الدرجه الاولى، مين اللي بلغك عشان تطلع الدرجه الاولى؟ اللي بلغني كابتن راشد ديداري، قال لي ان الدرجه الاولى عندي تمرين معها يوم كذا الساعه كذا. مين اللي استقبلك بقى اول ما طلعت اول تمرينه مع الدرجه الاولى؟ مين اللي استقبلك فوق؟ كابتن عمرو الاداري بتاع الدرجه الاولى، وعم حارس طبعا راجل يعني محترم جدا، ده هم دول اول اتنين استقبلوني. ودخلت التمرين بقى، انت اتمرنت مع الفتره كان موجود فيها الشناوي ولا ما كانش الشناوي موجود وقتها؟ لا انا لا الفترتين اللي طلعت فيهم كان كابتن الشناوي مع المنتخب. مين اللي كان موجود؟ علي لطفي، علي كابتن علي وكابتن اوفا وحمزه. قول لي بقى التمرين، تمرين مع ميشيل يانكوني تمرين مختلف طبعا. طبعا بيشتغل على كل حاجه تحت الثلاث خشبات، على كل حاجه كبيره وحاجه صغيره، واهم حاجه الحاجه الصغيره قبل الحاجه الكبيره. وبيهتم زي ما الكابتن خالد كده قال بالتفاصيل. وطبعا تماريناته يعني ليفل عالي قوي، والتمارين فوق يعني اجواء التمارين فوق طبعا مختلفه كمان، مختلفه طبعا طبعا عشان احتكاك اقوى واكبر. طموحاتك ايه مع النادي الاهلي يا ادهم؟ احنا ان شاء الله حاطين هدف قدامنا مع الفرقه تحت ان احنا ناخد الدوري السنه دي، وان شاء الله نطلع اكبر عدد من اللعيبه للدرجه الاولى. طموحاتك انت الشخصيه بقى، طموحاتك انت الشخصيه مع النادي الاهلي؟ انا طموحاتي ان انا في يوم من الايام ابقى حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر، وانا ان شاء الله يعني ناوي احقق كده الهدف ده.
وبالتمرين طبعا وكل حاجه تقدر تحقق اللي انت عايزه يعني. مين الجون اللي بيعجبك اداؤه في الملعب او مثلك الاعلى سواء محليا او عالميا؟ محليا طبعا الكابتن الشناوي. اكتر حاجه بتعجبك في الشناوي ايه؟ شخصيته وثقته في نفسه، مهما الناس اتكلمت عليه هو عارف هو ايه ومستواه فين. خلي بالك محمد الشناوي واحد برضو من اللي خرجوا من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، مر بتجارب اعارات او لعب في انديه وبعد كده رجع بيته مره ثانيه النادي الاهلي بخبرات اكبر، وكان عنده تحدي كبير ان انا ازاي اكون اساسي النادي الاهلي، وبعد كده كان حارس مرمى منتخب مصر في كاس العالم. نفسك انت منتخب مصر 2003 واحنا كمان يعني بعد حوالي 4-5 شهور بطوله كاس الامم هتكون موجوده في مصر. طموحاتك برضو مع منتخب مصر انك تكون متواجد مع منتخب الكابتن محمود جابر؟ طبعا طموحات اي لاعب في سننا ان هو يبقى موجود في منتخب الشباب. وان شاء الله يعني اكون موجود مع المنتخب في البطوله ان شاء الله، وان شاء الله يعني حتى لو من غير يعني ان شاء الله المنتخب بتاعنا هيعمل حاجه كويسه في البطوله دي. ان شاء الله تكون موجود ومع النادي الاهلي تاخد فرصه. بشكرك شكرا جزيلا يا ادهم وكل التوفيق ليك خلال الفتره اللي جايه. شكرا يا كابتن وسام، ان شاء الله نشوفك يعني مع الدرجه الاولى قريب ان شاء الله. بكده وصلنا نهايه حلقتنا، بشكر ضيفي ادهم محمد سيحه حارس مرمى فريق 2003، وزي ما بقول لحضراتكم دايما اطمنوا على قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وخاصه كمان على مركز حراسه المرمى في النادي الاهلي. عندنا ما شاء الله ذخيره كبيره جدا من المواهب الصاعده في قطاع الناشئين بالاضافه الى الناس الموجوده محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا، ولكن قبل ما اختم حلقتنا تذكروا الايه الكريمه في سوره النور: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، واشوف حضراتكم الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده من الاشباه.